يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم تجربتنا اللي هي سنتر اوف بريشر، راح اليوم نحكي نشوف تأثير شكل الجسم على قوة الطفو. عندنا هون في الجهاز، عندي انا هون نقطة ارتكاز وعندي وزنة، وعندي كمان هون من مسافة لهون لهون عندي وزنة ثانية. هدول القوة الان عندي بالانس. اذا طلعنا هون، تعمل زوم هون للدكتور، زوم هون هون. اذا طلعنا عنا هون احنا في عنا مؤشر للبالانس. هاي القوتين الان متزنات. اللي راح نعمله اليوم، راح نضيف الووتر في التانك عندي هون، واشوف كم هي القوة من الطفو اللازمة حتى تعمل بالانس مع الوزن اللي انا راح اضيفه عندي من الجهة. في البداية احنا راح نحط 20 جرام، راح نحطها هون ونضيف الووتر. راح نضيف الووتر حتى يرجع بالانس. نضيف كمان كمية قليلة حتى يصير بالانس تام. الآن زي ما شفنا أنه 20 جرام اللي حطيناهم احتاجوا كمية من المياه، لازم بالسنتر، مش بالسنتر. نعم، هلا بنخليها. أيوه هاي صارت إيش هيك بالسنتر. أيوه الآن هاي شايفين بالسنتر شوي، عشان أبو قادون، لأنه أبو قادون دقيق. الان بنيجي بناخذ ارتفاع المي داخل التانك اللي مؤثره على سطح الشكل اللي عندي موجود هون. فبنلاقي انه عندي انا هون 3 سنتي هذا ارتفاع الماء اللي حتى يعمل بالانس ل 20 جرام. بنكمل تجربتنا، بنضيف كمان وزن، مثلا هاي كمان 20 جرام، وبرجع بضيف الووتر في نفس التانك حتى يرجع بالانس. هسه التوتال هلا صار عندي كمان 20 جرام، يعني التوتال 40 جرام. والاتش الجديد اللي صارت عندي حوالي 5 و6 ميلي، 5 و6 ميلي. بنضلنا نحط اوزان حتى، ونضيف ووتر حتى نخلص الليفل لغاية الماكسيمم اللي هو عندي انا، راح يكون عندي حوالي 16 سنتي. هي شباب المسطرة هي هون موجودة على اذا انتم شايفين. ضيفي مسطرة تحت، بنضلنا نضيف ووتر بشكل تدريجي. بنكمل التجربة للأخير، وممكن نعمل ديكريزنج حتى نعمل تشيك على القراءات. طيب هيك بنكون خلصنا سنتر اوف بريشر. شكرا يا باشمهندس.